مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ معكم نعم من قناة نيمو. بهذا الفيديو رح اشرح لكم كيف تفتحوا الايموت الخاص بترافيس سكوت وتاخده معك باللوكر للابد. فاذا انت اول مرة عند تشاهد فيديو على القناة، يا ريت تشترك، تفعل زر الجرس وحط لايك للفيديو واكتب كومنت، لانه رأيك بيهمني وتقييمك للفيديو بيهمني. ويا ريت لو حابب تعني اكتر بكل الدعم نيمو 9 بالايتم شوب، بكون مشكورك. ومشاهدة ممتعة ومع بعض. مثل ما بنعرف اصدقائي، اليوم تحديث 12.41 نزل معنا تحديات خاصة باسم ترافيس سكوت، بس لحد الان ما نزل تحديات باللعبة، وفي بعض التحديات كانوا معروفين شو هنن بس مو موجود اشيائهم بالماب. فهلا انا رح اشرح لكم كيف تخلص هذا التحدي وكيف تساوي اول ما ينزل معك تحديات ترافيس سكوت، انت تكون جاهز وموجود عندي الفيديو على القناة، انت ما بدك بالفوت بتشوفه وبتشوف شرح التحديات لو انت نسيت اي شيء. فهلا اول شيء خلينا نبلش بالتحديات اصدقائي. مثل مظاهر امامكم هاي صورة التحديات. التحديات اول واحد مطلوب منك انك ترقص 10 ثواني بمنطقتين، بمنطقة ابر سكاي وبمنطقة ذياشت. منطقة ذياشت ومنطقة ابر سكاي هدول منطقتين اصدقائي، واحدة مثل مظاهر امامكم بالصورة وين، واحدة مثل مظاهر امامكم بالصورة الثانية وين، وهي الصورة على الماب وين المنطقتين موجودين. منطقة ذاتش اللي هي القارب، ومنطقة أبرسكاي اللي هي المنطقة تبع التزلج أو بيت التزلج تبع الرأس يعني بشكل عام. هدول المكانين موجودين على الماب مثل مظاهر أمامكم. كل عليكم بهذا التحدي إنك تنزل بمنطقة يا أما ذياشت يا أما منطقة أبرسكاي اللي هي البيت أو الكوخ، خلينا نقول عليه اسمه الكوخ. تنزل بهي المنطقة أو بمنطقة ذاتش القارب، بدك ترقص 10 مرات 10 ثواني، يعني بدك تنزل اي ايموت بيكون معك او اي رقصة بتاخد وقت ما بتخلص، يعني بدك ترقص لعشر ثواني او بدك ضل عم ترقص لعشر ثواني، يعني تعيد الايموت تعيد الايموت هيك لحتى تصير 10 ثواني عم ترقص بنفس المنطقة لحتى ينحسب لك مرة واحدة. يعني انت كل عليك انك انت تنزل يا اما على منطقة داشت يا اما على منطقة الكوخ وترقص بهدول المنطقتين، كل رقصة 10 ثواني تكون بدك تعمل 10 ثواني لمدة 10 مرات، يعني بدك تعمل 100 ثانية رقص بهدول المنطقتين، ياها بهي يا بهي انت براحتك. انا عم بشرح لك التحدي مظبوط لانه لسه ما حدا شرح التحديات لحد الان وما نزلوا على اللعبه، مشان هيك انا عم بشرح لك اياهم مظبوط. وبالنسبه للتحدي الثاني اصدقائي، اللي هو كل عليك انك انت تنط على رؤوس الاسترا هيد اللي هن الخاصين بالترافيس. هدول الرؤوس اصدقائي مثل مظاهر امامكم بالصوره، عباره عن رؤوس ذهبيه شكل المغني ترافيس سكوت بالضبط تقريبا. هدول موزعين بمنطقة سويتي اللي هن حوالين الستيج الخاصين بالحفلة اللي احنا بدنا نحضرها تبع ترافيس سكوت. لازم تنط فوق الروس الذهبية، هدول الروس الذهبية مثل ما واضح امامك، هذا هو الرأس الذهبي. انا هلا رح اترككم مع مقطع صغير بورجيكم وين الاماكن تبع الروس وكيف تطلع وترقص على هذا الرأس، او عفوا تنط على هذا الرأس يعني. فهلا رح اورجيكم فيديو كيف تساوي المهمة بأبسط طريقة وبكل سهولة. Every day we escape. Losing all of our faith, we can't live this way. Feel me slowly fade away. Feel me slowly fade away. As far as the wind will take me. Every day I feel time slipping, passing, skipping. مثل ما شفت الفيديو اصدقائي، كل عليك انك انت بتطلع وبتنط وبتقمز عليه وهيك انت بتخلص التحدي. هذا التحدي الثاني اللي حيعطيك سبراي، والتحدي الاول ما قلت لكم بيعطيكم لودينج سكرين اللي ظاهره امامكم بالشاشه. بالنسبه للتحدي الثالث اللي هو بيعطيك البانر الخاص باسمك بفورتنايت، اللي هو كل عليك انك انت تزور الستيج اللي بالمنطقه الشماليه تبع سويتي. شلون بدك تزور الستيج بالمنطقه الشماليه تبع سويتي؟ هلا لما تنزل التحديات ممكن يحسبوا لك التحدي
على انك لما تنزل على هذا الستيج اللي انا هلا رح اوضح لكم اياه بالفيديو اللي انا هلا عم بحكي شغال الفيديو، ممكن يحسبوا لك يا لما انت تنزل على هذا الستيج لو حتى كان مو كامل الستيج او مو مبني بشكل كامل، بس تنزل التحديات. وممكن يكون هذا التحدي ما بيخلص غير لما يكون الستيج كامل اللي هو قبل الحفلة بيوم بالضبط، لانه مثل حفلة مارشميلو كان الستيج تبع مارشميلو جاهز قبل بيوم، فممكن يكون هذا التحدي قبل بيوم ما تبلش الحفلة اللي هو يوم 24 اول يوم الحفلة، يوم 23 تخلص التحدي بعد ما ينبنى الستيج. فهذا كل عليك انك انت تزور الستيج بالمنطقة الشمالية تبع سويتي اللي ظاهر امامكم بالفيديو. هيك احنا بنكون خلصنا 3 تحديات وشرحت لكم اياهم بالتفصيل الكامل لحتى تكون انت فهمان فكرتهم شلون. ولو حابب اي شيء اكتب لي تحت بالكومنتات. وكمان لما انت تخلص هدول 3 تحديات وتقفلهم 100% ترقص العشرة وتروح تنط على 5 الروس وتروح تزور الستيج بالمنطقة الشمالية، لح يعطوك هذا الايموت الخرافي اللي ظهر امامكم بالفيديو اللي هو الخاص بحفلة ترافيس كوت اللي هو عمله بحفلة يعني حقيقية، فانا نزلوه ايموت فيه، هذا الايموت لح يكون مجانا. وفي شغلة انا نسيت احكيها في فيديوهاتي السابقة اللي انا شرحت فيها عن ترافيس كوت والتسريبات، المظلة الخاصة بترافيس كوت اللي هي تبع القطار ممكن تكون شبه مجانية لما انت تروح على الحفلة، يعني لما انت تحضر الحفلة ممكن تطلع من الحفلة تروح على اللوبي تبعك بفورتنايت تلاقي اجتك هاي هدية المظلة الخاصة بترافيس كوت. هاي انا مالي متأكد منها بس حبيت هيك اذكرها يعني برات الموضوع بس مشان تكون عندك فكرة انه ممكن تكون مجانية اذا ما نزلت بالايتم شوب. وبالنسبة للايتم شوب تبع اليوم ان شاء الله يمكن ينزل فيه سكن ترافيس كوت والسكن الثاني تبعه الستايل الثاني وكل شيء رح ينزل سكنات تسربت يمكن بالايتم شوب تبع اليوم او تبع بكره يعني بتاريخ 22 او بتاريخ 23. فبس هذا هو مقطعنا اليوم، بتمنى تكون استفدت بالمعلومات وعرفت شلون تعمل التحديات اول ما تنزل، وانا ان شاء الله اول ما تنزل التحديات رح نزل فيديو انا عم بعمل التحديات واشرحها بنفس الوقت لحتى نكون متاكدين 100% من التحديات وكون انا واحد من الناس اللي عاملهم ومتاكد منهم 100%. فهذا هو مقطعنا اليوم، بتمنى يكون عجبك. لو عجبك لا تنسى من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس واكتب كومنت حلو بتقييمك، انا بيهمني تقييمك جدا. وشكرا لك اذا كملت المقطع للاخر وبرعايه الله.